فعلا وفق هذا التفسير السليم والصحيح والأقرب إلى فقه القانون بأنه يجب أن يحاسب النائب، لأنه مفهوم الحصانة النيابية هو يتعلق بعمل النائب في إطار دورة التشريعية ومهامه النيابية المباشرة، وليس بالأفعال الأخرى اللي خارجة عن مهماتك كنائب. القضاء على المحسوبية وعلى المحاصصة الحزبية وعلى الواسطات وغيرها، في حال طبقت هذه العوامل الثلاثة نستطيع أن نشهد إلقاء القبض على المتهمين إن كانوا نواب أو غيرهم. هذه الحصانة عندما توضع على النائب أو على غيره فهي ليست نص ديني أو 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 أو, أو قانون يعني موضوع وثابت، هو أصلا النائب العراقي هو خادم للعراقيين وهو ممثل هذا القانون. أعتقد أنه القرار هو سلاح ذو حدين، قد ينتج عنه بعض التطبيقات أو تطبيق جزئي راح يشمل بعض الأعضاء من مجلس النواب الذين تمردوا على قرارات رؤساء كتلهم، وربما أيضا لذر الرماد في العيون يتم شمول آخرين بتهم شتى ربما تكون أيضا تهم حقيقية يكون نتاجها الإعلامي وفي فضاء وصالونات الإعلام أكثر من نتاجها الفعلي. هذا القرار سيطبق بشكل جزئي وفي فترة ما فترة قصيرة، لأن العراق هو مقبل على انتخابات وهذا ما نشاهده على طوال الفترات السابقة. أو بنشدد على إسراء هذا القرار أو تطبيق هذا القرار، قرار رفع الحصانة عن السياسي أو البرلماني الفاسد. وكانت هناك في بداية تظاهرات تشرين رفع بوسترات تطالب برفع الحصانة عن الفاسد البرلماني الفاسد أو السياسي الفاسد.